السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للجميع الإخوان، أنتم الإخوان المواليع. بغينا نولعكم معنا في هذا الفرخ. هذا فرخ 75% فينيسترا. هذا الدريسة العام اللي فات وما كورساش، هذا كان غير كيدريسة وتحط على أساس هذا العام. هذا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي كورسي. ها هو كتشوفوا فيه فرخ غزال تبارك الله. هذا من نهار دخل المش على الحمام اغبر ما بقاش بان حتى لهذا اليوم. هذا المفاجاه اللي كاينه. ها هي الاخوان، هاي هذا طردقات ليه الباقة. فين هي الباقة ديال طرطاقه؟ خلوها اللي دايره 10 دريال والباقة اللي دايره جدران حيدوها لي. المشكل اللي كيطرح نفسه الاخوان هو اشنو السبب تطرد قلت لهذا الفرخ طرد قلت ليه الباقة؟ علاش يعني؟ من هنا تنقولها هذا اللي طرد قلت ليه الباقة بغى يشدو يحطو في البروديكسيون، بغى يحطو في الانتاج. هذا تيعرفنا وتيعرف هذا الحمام هذا شنو ساو. والله يهدي ما خلق، تنقولها من هذا المنبر الله يهدي ما خلق. راه الحاجه اللي ماشي ديالك راه ما عمرها تكون ليك، راه واخا ما عرفتش شنو دير. هذا ديال لوفت بودانس بركاوي والحمد لله، بالرغم من انهم شدوه وها هو هرب ليهم وجا.